بص فرص كتير ازاي للاتحاد، دي واحده كمان اهي خالد قمر بيطلعها احمد حمدي ويكلم الديفنس بتاعه بيقول لهم يا جماعه ما ينفعش كده، انتوا سايبين الناس خالص لوحديها. احمد الشيخ رقم 17 العرضيه لخالد قمر، بس ما للاتحادين الاتحاد النهارده كان مميز جدا في الضغط واستخلاص الكوره. دي واحده ثانيه لخالد قمر النهارده منحوس، خالد قمر الكوره مش عايزه تخش. بص كوره سهله برده خالد عملها بدماغه لكن بيطلعها حارس المرمى احمد حمدي. السيد يقفل شويه نص الملعب ان خلاص كابتن مختار اقلق بقى. دي واحده برده الكاسونجو حلوه قوي لكن معاه احمد حمدي، بقول لكم احمد حمدي النهارده عمل ماتش العمر. بصوا عرضيه كاسونجو حطها حلو قوي وحظه وحش قوي النهارده، عمل جامب حلو قوي. اوكري واحمد مجدي وصلاح امين هو النهارده مهاجم الرئيسي بالنسبه لنادي الانتاج الحربي. بالنسبه لفريق النصر التعدين احمد حمدي في حراسه المرمى، احمد اسماعيل ظهير ايسر، احمد عبد الموجود واسلام صيام في قلب الدفاع، وحسام عبد الصمور ظهير ايسر في نص الملعب، ثلاثه في وسط الدفاع او في وسط ثلاثه 4-2-3-1 ما فيش حد مكمل وكانت عالية. وده برضو واحدة لعمرو جمال كده بالرأس لكن مع أحمد حمدي. على فكرة أحمد حمدي حارس مرمى النصر التعدين السنة دي بياخد فرصة كاملة مع النصر التعدين وبيأدي بشكل كويس.
بذكر حضراتكم باللون الابيض فريق النصر التعدين، وده اول تسجيل حقيقي الحقيقه، تسديده قويه جدا جدا، لكن على طول حارس المرمى احمد حمدي اللي جاء اليوم يعني على حساب مصطفى عبد الستار، وادي الضربه الحره القويه نفذها بقوه كبيره جدا وتسديده قويه، هوبا، لكن هنا الرشاقه الشرقيه لم تسجل، لم تقترب في تهديد حقيقي، ركنة ما شاء الله ما شاء الله، لكن حارس المرمى متألق، أحمد حمدي متألق، عفيف يضحى قوية، لكن شوف الكرة الأخيرة ما شاء الله ركنها ركنة إيه، صعبة جدا، والله حسام حسن حطها قوية جدا، أوبا، لكن برة برة، وتألق من ازاي محمد رمضان حطها حلوه 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 يا ولد، حلوه 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 من محمد رمضان، وراح لها كويس قوي احمد حمدي في الزاويه البعيده، اتلعبت من فوق الحيطه كويس قوي، عملت حلوه، هارد لك محمد رمضان، حطها حلوه حلوه حلوه، لكن راح معاها احمد حمدي حارس مرمى النصر للتعدين، عامل مباراه كبيره جدا النهارده احمد حمدي، رايحه في الجول، حطها حلوه قوي 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 محمد، حربي بيعتمد بشكل كبير جدا على ناحيه اليمين، كل الكور البينيه دي ناحيه اليمين، واحده لصلاح امين واخدها باك ورد كده من لمسه واحده، بيعملها كويس قوي صلاح، لكن ما راحتش قويه وقدر يتعامل معاها احمد حمدي. على فكره في نقطه ضعف واضحه في فريق النصر التعدين ناحيه الشمال، الباك ليفت عندهم مشكله ناحيه الشمال فريق النصر التعدين، لما تتفرجوا على الماتشات كلها وماتش النهارده بالشمال كابتن شوقي غريب برضو ما عملش تغييرات خالص، استمر بنفس التشكيل لغاية الدقيقة حوالي 73.
توقف عبرته من جديد، كرة خطيرة جدا يا كنس. عزيز امام وباتريك ادوا في الهجمات المرتدة بس الاتحاد ما ادهمش فرصة، زي ما انتم شايفين احمد الشيخ، ودي واحدة لكاسونجو كده بس فيها تسلل. كاسونجو هايل يعني لغاية دلوقتي عامل ماتشات كويسة ومصدر خطورة دايما لصالح نادي الاتحاد السكندري. حط واحدة كده بوش رجله لكن اتحسبت اوفسايد. الاتحاد طبعا عامل تغييرين. نور السيد اماميه في العمق، حطت اماميه خالد قمر، فرصه خطيره، فرصه خطيره جدا، بيتحرك واجب دفاع كتير جدا. ادي الكره اتحرك كويس جدا خالد قمر، حط جسمه كويس جدا قبل احمد عبد الموجود لكن تالق. نلعب في الدقيقه 33 والكرة مرة تانية كرة للأمام، ولكن مرة تانية أحمد حمدي الأول.